السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخ ماما فوفا، هنعمل النهاردة بطاطس، حبتين بطاطس على حبتين بدنجان، وهنعمل أكلة حرشة كده إن شاء الله. جبنا البطاطس وعملناها، قطعناها مكعبات زي ما شفتوا كده، وحمرتها في الطاسة على النار. ونفس النظام عملت البدنجان، قطعته مكعبات وعملته كده وحمرته. وهجيب الحاجة كلها على بعضها كده، هجيبها كلها على بعضها كده في قلبي سيرفيس وهقلبها. قلبتها وعملت لها الخلطة، عبارة عن فلفل أخضر، فصين ثوم، كمون، شطة حمراء، حارة، زعتر، شوية ملح، خل، عصرة ليمون. كل ده حطيته على الخلطة وهحطها عليه. خليكم معايا. وهقلبها. كده وهجيب شوية خضرة، شوية جرجير أخضر أو شوية كزبرة خضراء أو بقدونس، فدي كله على بعضه خضرة كلها على بعضها. هحط عليه شوية وبرضو هقلبها. هقلبها كده وهجيب معلقتين خل وهحطهم عليه. خليكم معايا. خلصتها كده ورحت عاملاها وحطيتها كلها على بعضها، وحطيت عليها الخل في الاخر، معلقتين خل، وقلبتها على بعضها وحطيتها في السيرفيس زي ما هو كده. وعملت جنبها كبدة وسلطة طماطم بنفس الخلطة اللي انا حطيت عليها على البدنجان والبطاطس. فصين توم، فلفل اخضر، عليهم معلقتين خل، عليهم عصرة ليمونة، عليهم كمون، فلفل احمر حار، زعتر. قلبتهم على بعض كله وحطيت الخلطة دي على البطاطس والبدنجان وقلبتهم على بعضهم، حطيت عليهم كمان معلقتين خل في الآخر. وهي دي الأكلة. ما تنسونيش في التعليقات وسبسكرايب عشان القناة، عشان أقدر أقدم لكم كل حاجة حلوة وجديدة. السلام عليكم.